هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظما كمن يلذ ببقعة أو حاجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متاخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكيرة بالآخرة ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثباتة الصحيحة أو قاصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة وإن دعا المقبور نفسه فقد أشراك بالله العظيم وجحد لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن.